في ايه؟ كرامة؟ مالها كرامة؟ زي ما بيقولوا اديني بقدم عربون المحبة وطلعت قد كلمتي. عايز الصراحة لما كلمتيني بعد مكالمة رمان الأولانية أنا اتخضيت وقلت الليلة دي شكلها فيها عوأ وقلت روحي بلاش تروح. وإيه اللي خلاك تروح؟ مكالمة رمان التانية. مش فاهم. أصل أنت لما كلمتيني قلتيلي خد بالك في كمين منصوب لك من براءة ورمانة دورتها في دماغي كده قلت لا لو في كمين يبقى منصوب منك أنت وبراءة. قد كده بتثق في رمانة؟ والله الأيام دي الواحد ما ثقش في النفس اللي طالع منه. ماشي يا فندينا اديني قدمت السبت وريني انت بقى الحد بتاعك عشان ارتاح. خدي بالك انا خرجت براءة من الحكاية دي عشان عارف انه مش هو المطلوب. عارف وقريب قوي هيوصلك مني رد ورد على عربونك. ماشي وانا خدت براءة على حجري زي ما اتفقنا ومستنية بقية الكلام. حلو استمري بقى في السكة دي وانا هقولك بعدين تعملي ايه. ماشي يا فندينا. ولع يالا وانا مستنياك. ماشي مع السلامه. لسه برضه عنده ومش عايزه تيجي معايا؟ مش رايحه يا ابو سنه. انا مش فاهم بس انت قلبه ليه على الجوازه دي؟ دي مش جوازه يا اخويا دي اسمها جنازه. يلا في ايه يا شو؟ في ان خميس بالجوازه دي ركب ودلدل رجليه على الكل واول واحد هياخد كتف هو حضرتك وانت فرحان لي وبتتقنتك وعايز تروح تزفه. انت باين عليك سكيرتي. ماشي خليك انت في النكد اللي انت فيه ده. هخليني يا اخويا هو انا حاجه اعز من اللي مرميه جنبي دي ومحدش عبرها بكلمه؟ كرامه هو في غيرها؟ دي البت قلبها مكسور دمها سال هانت عليها روحها وابن اختك ولا هو هنا عايش لي الدور وفرحان لي وعامل لي فيها عريس تقولش كلبه وترمت. خلاص خلاص يا شوق ما عادش يجي منه. على رايك ولا هي اول اللي ترموا ولا اخر اللي هيترموا. خليك انت بس في اللي انت فيه ظبطي دماغك انا اروح الفرح اعمل دماغ عاليه قوي وهجيلك. ها هسه جمال يا رب. كده يا بنتي كنت هتروحي فطيس مش حرام عليكي روحك. وايه الفرق بين الموت والخرس؟ ما الاتنين سكوت وجع مداري محدش حس ولا ينفع تشتكي منه. ربنا خلق للبني ادم صوت مش علشان يتكلم بيه مع الناس. ربنا خلق الصوت عشان نصرخ بيه لما نتوجع منه. ست كرامة ايه شربية؟ عاملة ايه دلوقت؟ الحمد لله زي ما انت شايفة. طب اطلعي انت انا هقعد معايا. ماشي
هند عليكي روحك يا هبلة، بدل ما تضيعي نفسك فكري ازاي ترفعي راسك تاني، تقفي قصاد اي حد بيحاول يحرمك حقك في الدنيا. انا هساعدك بس انتي لازم تقفي من تاني، لازم تبقي ورايا، وانا وحياد ده ولا يبقى على ذكر لا هجيب لك حقك منه تالت ومتلت. I'm not loving you way I wanted to. What I had to do, I had to run from you. I'm in love with you. هات يا جمال يا رب. اهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنواصل مناقشه قضيتنا المهمه جدا الترامادول في مصر. اباء وامهات وشباب وناس جربوا وناس اقلعوا عن الترامادول، وناس لسه عايزين يقلعوا نفسهم يتخلصوا من هذه المصيبه، هي ابتلاء كبير او كارثه كبيره.
أعرف إزاي إن ابني أو بنتي أو فرد في الأسرة وقع فريسة لإدمان الترامادول؟ السادة المسؤولون، نظراً لما يتعرض له الشارع من غزو عاصف لأنواع مخدرات متعددة ومتنوعة تستهدف كل فئات الشعب وتعمل على تغييبه وحبسه في دائرة تيه مغلقة، فقد قررنا نحن فريق العمل بمكافحة المخدرات النزول إلى الشارع في حملات موسعة ومتوالية لضبط الأوكار والتجار والموزعين في كل شق في البلد، أملاً في تكوين حائط صد يعوق خطة انتشار تلك الأوبئة في الشارع واحتوائه والعمل على الوقاية منه، خاصة أنه لم يعد يصيب الشباب فقط إنما توسعت أنشطته وأصبح يصيب كل الأعمار من كل الفئات، ليقتلع جذور الثبات ويلقي بنا في بئر الغياب. الخطر لم يعد مجرد مخدر يصيب الواحد، إنما تجاوز تلك الحدود الضيقة إلى آفاق أوسع، وأصبح الخطر في كل بيت لاكتسابه شرعية الدواء ولصعوبة كشفه. إنه الترامادول، وباء العصر. ولأن الخطر لم يعد قاصراً على البيع والتعاطي، فإني ألتمس من سيادتكم الإذن بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة لتفتيش ومراقبة مجموعة من المشتبه فيهم لما يمثلونه من خطر على استقرار وأمن المواطنين، وباعتبارهم منبع السوء، وهم الآتي أسماءهم: خميس عنتر أبو سنة، طوية أبو سنة، وشقيقها أبو سنة، والنوح السكرتي. براء النوح السكرتي، مقدمه لسيادتكم مقدم آسر منصور في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحكومة يا معلم. اقعد يا شلوفة. يا معلم بقول لك الحكومة. كمل لعبة شلوفة. الله فيه. الحق معلم ابو سنك، الحكومه كبست على بيتكم. هنكمل الدور ونشوف في ايه. اغفى. حاضر يا معلم. خشبه معلم، ما تزود النار يا ده كارع. هات يا جمايل يا رب. البيوت لها حرمه يا حضره الضابط. انا معايا امر بالتفتيش يا معلمه. وماله؟ بس بالاصول، مش تخشوا هجم كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها. ثم ان راجل البيت مش موجود من اصله. ربنا يرجعه بالسلامه. انا هبعت له رساله ابارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما انت عارف يا حضره الضابط ان صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته بمصاص الليالي وهو مش موجود، وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضه. مفيش حاجه يا فندم. مفيش اي حاجه يا فندم. المره دي فلتته من ايدي برضه يا ابو سنه. عقبال المره الجايه يا باشا. بحياتك. انست وشرفت. ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله الله، مش استنى اما تاخد واجبك؟ ده احنا حتى دابحين النهارده. اصلي يا ابو سنه تلميذك يا معلم. ما تدق يا ولية انت وهي.
طب وعليا النعمة لو هو بناحية عتبة البيت ده لكون قتله حد. بطل بقى غاغة فرغة، ما انت السبب في كل البلاوي اللي احنا فيها دي، انت اللي خليتنا تقاطي واتلجم ولساني يتكتب في حلقي قدام الخلق، وكل ده من ايه؟ من تحت راس عمايلك السودا. وانت يعني كنت عملت ايه يا حاج؟ ما انت سايبه مبارطع في الدنيا من ساعة ما خرج من السجن ومتريه وعامل مش شايفه، وبتدور على سكك عشان تتصالح معاه، ونسيت ابنك وطار ابنك. انا يا اجمع روحت شميت نفسي تحت رجلين بنت لعبت بيا الكورة وسلمتني ليه يا ابو العريف. هقتلها يا حاج، هقتلها وهقتله تاني يا براء، تاني تاني وتالت ومليون يا حاج. انا مش عايش في الدنيا دي غير عشان هو يموت. وفروا صوتكم العالي ده الخميس اللي خد منكم كل حاجة ولسه كمان جاي ياخد البيت. ايه ده؟ من امتى يا مطرة بتتجسسي عليا انا وابني؟ من ساعة ما عصابكوا باظت يا معلم وصوتكوا عالي قوي والدنيا كلها سمعت ومش انا بس. قوليله قوليله يا مطرة، قوليله فوقيه خليه يفتكر اللي نسيه. محدش نسي يا براء عشان يفتكر، خصوصا المعلم. يمكن الدنيا كلها لهيته شوية بس انا متأكدة انه منسيش. انا مش فاهم انتوا واقفين تحاسبوني كده ليه؟ انا اللي سلمتك للحكومة عشان خميس يخرجك ويعلم عليك ويخليك محبوس في البيت عينك مكسورة مش قادر تشوف حد. انت اللي سلمت البيت يا براء زي البيت رمانة ما سلمتك للخميس. وحياة امها لكون مقطع من جسمها حتت ولا يمينك لابس سجن. ما تسيبش راس القفعة وتقفش في ديلها كده كده انت ميت ميت. غرضك ايه يا مطر؟ كسرتنا واحنا ماشيين من بيتنا مش هينا يا معلم. وحياتك عندي يا غالية لو ده حصل لكون معلقه من رجليه على باب البيت ده بره. أنا مش خارج من البيت ده غير على انت بتعمل ايه يا خميس؟ الله، مش انا اللي منقيها؟ يبقى لازم انا اهتم بيها. اوعي تضيعيها، اوعي تضيعيها. ده انا منقيها من وسط الف جوز. انا اول ما شفت الجزمه دي قدامي شفتك فيها. نعم. اقصد يعني لايقه على رجليكي. والله يا خميس انت ساعات بيبقى عليك حاجات صعبه تتفهم. بقول لك ايه بقى، احنا هنضيع اول ليله في شهر العسل في سين وجيم، ده حتى يبقى فال وحش ولا ايه؟ انت عارف يا خميس انا عايزه الف البلد دي حته حته بس من بدري. ما احنا هنلف هنلف، انما الليله دي في كلام تاني. ايوه صح، انت عارف يا خميس قصدي هو انت اخترت البلد دي ليه يا خميس؟ قضيها بقى راغي، ارغي في المرغي واحكي في المحكي واسحبي من رصيدك. الله، طب هو انت عايز ايه يعني؟ سلامتك يعني. الله يسلمك. ده احنا هنستهبل يا بنت كده، هنخش في وقت الذروه والزحمه، الزحمة هتبقى شديدة قوي والشمس هتقور نفوخنا. خلاص خليك في حالك وبعيد عن الزحمة. طب ما ناخد جنب انا وانتي ونقضيها ونقول بسم الله. ليه بقى يا خميس؟ هو انت هتاكلني؟ اكلك ده ايه؟ انا هحلي. اجيب لكم منين؟ اجيب لكم منين؟ ايه بتاكلوا في قطه محلوله وما انتوش دارين؟ انت ايه هتتبطل على نعمه ربنا يا مغاوري؟ كل يوم هات هات هات، انا عايزك على بنك. هات ايه؟ كل ده عشان بقول لك عايزين كيلو فاكهه للعيال النهارده؟ النهارده كيلو فاكهه، وامبارح كيلو بسبوسه، ايه؟ ما اللي جاي على قد اللي رايح. رايح على الهباب اللي انت بتبلبعه، على كل شويه برشامش اشكال وانواع لما خلاص لحد دماغك. يا نهارك اسود، انت هتتدخلي كمان في مزاجي؟ ما انا ببلبع البرشام عشان ما اشوفش خلقتك، اوعى. يا مغاوري حرام عليك يا اخويا، انا عايزك تفوق، حرام عليك يا مغاوري. حرمت عليك عشتك. فاقول لك ايه، تدفعي تاخدي عيالك وتدخلي في 60 داهيه عشان انا لا طايق ولا طايق عيالك. Thank you.
شاير كل يوم على الحال ده ولا ايه؟ اضطر نكد بقى. بعدين يعني انا ما ضربتكيش بالنار عشان تقعدي تقوقي كل الليله كده. مالكش دعوه بيا، بس هو طايق انا حر. حياة الله يا بشاير، ما تزعليش مني. يا سلام، تشد شعري وتمد ايدك عليا وتقولي حقك عليا. بصراحة يا بشاير، أنا أول ما شفت الشريط برج من نافوخي طار واتجننت. أنت يا بشاير، أنت وأنا كانش عرفني إنه باب. أنا قلت لك إني باخده عشان يسندني في الوقفة في المطبخ والجري ورا العيال وأمك. وهم، والله العظيم وهم يا بشاير. وفي الآخر مفيش أي حاجة، كيمياء كيمياء. وعارفة بيأثر على إيه؟ بيدمر المخ وبيفرتك الجهاز العصبي يا بشاير. إيه؟ راحت فين دماغك يا بشاير؟ طب ما أنت أخدته قبلي في اليوم اللي كنت فيه تمام، ولا أنت فاكرني مش عارفة؟ بشاير أقول لك بقى، بلاش نفتح، خلينا تخبي. بشاير بشاير، هتقومي نقعد مع بعض شوية نرغي شوية. هي طالبة معايا رغي دلوقتي. طب بقول لك ايه، طب ما تاخد ربع كده عشان القعدة تحلى وبقى وتطيرني. ربع ربع. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. لا لا، ده احنا اتحسننا كتير قوي. الحمد لله، شكرا على الورد. عجبك؟ اه، ده عبال الشمس اللي بحبه. احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يصحى من النوم كده على الصبح يلاقي الورد اللي بيحبه. بس حضرتك عرفت منين ان انا بحب عبال الشمس؟ بصراحه انا ما عرفتش. مش فاهم. انا اتغششت. منين؟ غمض عينيك وهتعرف حالا. ادخل، فتح عينيك. مريم، ازيك يا شادي؟ ازيك يا مريم. ايه ده؟ ايه اللي مصحيك يا شو؟ مش جاي لي نوم. ايه اللي شاغل بالك؟ انت. انا؟ طب والله عيال، بشرة خير. صعبان عليا، مستخسرك في اللي انت فيه. عايز تقول ايه يا شو؟ بصراحة كده ما بقتش طايقة البيت ده ولا أي حد فيه. طب يا حبيبتي، ما احنا كده كده هنسيب البيت ده ونروح بيتنا. بيتنا؟ شلها يا بيتنا. قول بيت خميس، بيت الغندورة الجديدة، واحنا خدامين المعلم. يا شو، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ولا حاجة، كمل نومك. استني هنا، كمل نومي ده ايه؟ يعني انت تحذفي الطوبة وتقولي كمل نومك في ايه؟ والنبي ابو سنة تسيبني في اللي انا فيه. ايه يا حبيبتي، ده الموضوع بقى عليه كبير بقى. مالك في ايه؟ الله لا يسيئك تبعد عني. ما انا لازم افهم. في حاجات ساعات الواحد لازم يسكت عنها، اسلم للكل. يا شو، ما تتكلمي في ايه؟ يعني لو اتكلمت هتصدقني؟ حبيبتي، وانا من امتى بكذبك؟ انت بتلف وتدوري حوالين ايه؟ ما تقولي. بحس.
اتفضل. ايه ده؟ عربون محبة من ابن اختك لاجل ما يوصل الود بينا ويدوس على شرفك بالجزمة. خميس؟ فاكر لما دخلت علينا وهو اتربك وقعد يهفلك بكلام مش مفهوم؟ كان جايب لي العقد ده وعايز يلف حوالين رقبتي. وسكت ليه يا شوق؟ ما قلتش ليه الكلام ده في ساعتها؟ ما رضيتش اولع في البيت حريقه. قلت يا بنت اسكتي، اكيد الموضوع هيعدي. لكن هو ما بيبطلش، كل ساعه بيحاول، كل الليله بيرمي بياضه، ولما زودها ما بقتش قادره خلاص استحمل. زودها يعني ايه؟ قرب منك؟ اخسى عليك يا ابو سنه، ده انا شوق. خميس دونا عن كل اللي واقفين، تطلع فصيلة دم انا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة.
المصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ خلطتك إنك لزقت فيا ولبست الطلقة بدالي يا خفيف. أفندينا خرج يا رجالة! منك ما رضيتش تسجد معنا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يفلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش والطلقه تحود. الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس ياد اخرس. كيفكرك راجل بيد ثابته وعين صار طلعت مره بيد طريه وعين زيغه اتفوكس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانيه واحده يا حاج. انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدامي، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. نبي تتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا، ساكن على شجره في عز الدهر ما عرفتوش تصطادوه، دلوقتي حجبوه بعد ما رجع عيش واتكن بجحره. ده سمك ونط في الميه وابشته ما بقتش سهلة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مرة نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا ابن معروف، قلت لك 100 مرة خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفي رقبة العمر كله. وانا المعلم وكلمتي على الرقبة الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو بقطع فيها كده. وحياة امه ليكون مصفي دمه نقطة نقطة ودم خلبه سلة. عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا ورايا اخويا ليكني وباص الدنيا ورايا بسرعه. اجري يا خلف عار. عبد الله السلامة يا خميس. الله يسلمك الله يسلمك. حد ينسى وش اول واحد لبسه شبكه في ايده ساعه البيع؟ بس يعني الشعر ابيضه والترقيه غيرت وشك شويه. الحمد لله المره دي جت سليمه. انت جاي تطمن عليا ولا ايه يا باشا؟ وليه ما تقولش ان انا جاي احميك؟ الرصاصة انضربت خلاص. أكيد أنت عارف مين اللي ضربها. وافرض. بص يا خميس، أنت لسه خارج طازة، وقبل ما تشم أول نفس ليك كانت مستنياك أول رصاصة. وبيني وبينك بقى احنا مش عارفين إيه اللي مستنيك تاني. بص يا خميس، أنا مش عاوزك تساعدني، عاوزك تساعد نفسك.
لابس توب جديد مش مقاسك يا باشا، مع انك قديم وحافظ قانون اللعبه صم. افهم كده انك مش هتقول حاجه. انا دخلت السجن ظلم بس عشان واحد خان عهدي، واللي تاج الظلم ما طفحوش لغيره يا سعاده البيه، وموته بكرامه اشرف بكثير من عيشه رخيصه. نقول سلام ولا لسه في كلام؟ عيني عليك يا بدران يا اخويا، محتاج الراحه والهدوء. بص يا خميس، الوقت بقى غير الوقت، والدنيا بقت غير الدنيا اللي انت سبتها، وبتوع الموت بكرامه اللي زيك خلصوا، وحبايبنا اللي عايشين برخيص مفيش اكتر منهم. يتوب علينا ربنا. عايز حاجه يا بدران يا اخويا؟ قول لي يا خميس، وناوي على ايه بقى ان شاء الله؟ هو انا ورايا غيره؟ على المزاج طبعا. اقسم بالله العلي العظيم يا خميس، لو وقعت في ايدي تاني ما هتفلت من حبل المشنقه. حتى ولو بالطبل البلدي. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ دماغك راحت لفين؟ انا اقصد المعسل. هو المعسل دلوك ما بيوصل لحد المشنقه؟ ده المزاج الخير. بقول لك يا خميس، انت عارف كويس قوي ان انا ممكن البسك قضيه وارجعك السجن تاني، وبحاجه تافهه قوي، شويه السلاح اللي بره دول اللي من غير ترخيص. ايدك بقت تقيله قوي يا بيه بعد التربيه. مش بقول لك لابس توب مش مقاسك، دي حاجه تفوت خميس افندينا برضه. السلاح كله مرخص يا بيه للدفاع. مواويد بايد يا سعاده البيه في الايام الصعبه دي. اقعد نضيفوك. شربوه حاجه يا اولاد، جلوكوز يا جامعه. شاكرين يا رجاله، نجابكم في الافراح. الغالي رجع والحس رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح.
طبطبي يما طبطبي يا حبيبي يا ابني. ما فاضي تراب الظلم من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصه الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خدونا في الفرح اللي العيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني. كرابة؟ انت لسه خرصة؟ امال في الساعة ده ابو جمعة، انت لسانك سابعك على طول كده؟ تتحكي لغات، تعالى يا كرامة. بلاش محن يا بنت، أنا ما أحبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا أم تعضل. مراته يا حاجة، سيبيها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبدة ساحت على الساق. والسما اتحرقت يما، واللحمة استوت، وطالبة أكال. اتحشم يا واد. يا ألف حمد لله على السلامة. شوق مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. اه شوق. ها قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا شو؟ لا اله الا الله. لا مؤاخذة. وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. للأسف يا فندم مفيش فايدة، الدنيا بقت مشبكة بتعطيها قوي وكأنها لازقة في غيرها. ما تعرفش يا فندم بتطلع منهم بجملة واحدة مفيدة، كلامهم كله كأنه شريط وبتكرر على لسان الكل. التجار اللي من عينة خميس والنوح وغيرهم حاطين نفسهم في دايرة مقفولة، محدش يعرف مفاتيحها غيرهم. كأنه دستور يا فندم وكلهم متفقين على بنوده، وأياً كان الخلاف بين أي فرد أو أي حد في المجموعة دي محدش بيعرف يخرج عن القانون ده. دستور ساري بين الكل، مهما اختلفت أشكالهم ولا ميولهم كلهم واحد. وده يا فندم اللي بيخلي وقعهم مش سهل خالص، لكن مش مستحيل. وعلشان كده إحنا هنا، والكراسي اللي إحنا قاعدين عليها دي شرف لازم نستحقه ونكون قد مسؤوليته. ومهما كان خميس أو غيره من التجار فاكرين نفسهم أذكياء أو حتى أقوياء، مهمتنا إن إحنا نرميهم تحت رجل القانون، وساعتها بقى ميزان العدالة يتحقق. يا رب يا فندم. معقول نسيكي يا فاطمة؟ نسي ضفايرك اللي كان بيعكسك بيها، ولا شنطة مدرستك اللي كان غاوي يجيبها لك، ولما أسأله ليه يقولي عشان تفتكريني وانت حضنها. أنا كبرت يا خميس وتربيت على حواديت بسمعها عنك، يا خوفي لا تكون نسيتني ويا كل اللي اتنسى. يا رب. بيتش شربية ما قالت إن ليلتنا بيضة، ومن مميزات الليالي البيضاء إنها مش محتاجة كلام، ليها لغة خاصة بيها، لغة عالمية. قربي خديها.
ما أنا محتاج وقت عشان أفتكر لغة الإشارة. طب خلاص 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 ما تزعليش خلاص. قولي لي عايزة تقولي إيه بس واحدة واحدة. ها أدا ده السجن ولا في السجن؟ كنت عايش ازاي في السجن؟ آه مسجون مسجون بين أربع حيطان يا ولداه وسط وشوش كئيبة. إنما أيامه عدت. بقول لك إيه بقى؟ وإحنا بقى الكلام في اللت والعجم دي ليلة. سلام دي مش ليلة خميس وهتتضرب، لا دي ليلة بعد 7 سنين عجاف. ولا انت ناوية بقى تقطيها قطع ارسال صوت وصورة؟ ها؟ وحشتك. يتوب علينا ربنا. صدقي وتؤمني بالله قولي لا اله الا الله. دي لا اله الا الله. حلو ضحكتك يا كرامة شبه كل الحاجات الحلوة اللي الواحد اتهرب منها. بيقولوا في السجن أيامه بتعلم الصبر، وأنا اتعلمت السكات بقيت ساكت زيك كده. إنما خلاص أيام ولت. العب رست 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 بتاع زمان. بس ما تخميش. واحد اثنين ثلاثة. كنت فاكرة انك هترفع راسي وتنصفني قصاده، بس هو انت كده دايما تيجي قصادهم وتجيب ورا. اختك عايزه تكسرني وتذل نفسي. مره حبي على راس الغندوره، والتانيه حبي على ايد افندينا. والله اعلم بقى المره الجايه هحب على رجل مين. مالك يا راجل بتبص لي كده ليه؟ زي ما اكون مجنونه ولا بقطع في شعري؟ لما تلم العيال احسن وتزقلوني بالطوب. اهدي اهدي يا شوق، عاملها مش مستاهله. كرامتي مش مستاهله عندك يا راجل. انت مش حمل ضاويه ولا حمل سماها ولا حد في الكون ده كله حمل جزه من نبا. انت اللي مخك مقاس رجليكي ضيق وعايز له قالب. معرفتش تكسبيها، خليتيها تحطك في دماغها، ويا ويل اللي ضاوية تحطه في دماغها. وانا بقى روحي في مناخيري، والاسطوانه المشروخه دي مش عايزه اسمعها تاني لاني مش طايقه نفسي وممكن اهج في اي لحظه. ايه؟ اهدي اهدي يا عبيطه. اما مخ حجر على جسم ملبن. بص بقى انا فاهمك. ضاوية دي تتمنى تقلعي لها عين ولا انك انت تمس خميس بكلمه واحده. لو انت بقى عايزه تعيشي في سلام لازم تكسبيها، وعشان تكسبيها لازم توطي وتحب على ايد افندينا. ليه؟ ده انا على ذمه راجل. بقول لك ايه؟ ما تدخليش عيشه في ام الخير، تيجي غير دي. خميس ده املنا كلنا. املنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف، ونقدر نقيم راسنا في السوق، ونرجع بيتنا اللي اتاخد غصب، وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي راحت عليه، وخلانا نستحمل رزالة زبونه. عرفت بقى قيمة افندينا؟ عرفت. هاتها جمال يا رب. Thank you.
حياتك بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش يا معلم، أنا مش عفريت، أنا مطرة. مطرة؟ وإيه اللي معاك في الضلمة كده يا مطرة؟ مستنياك يا معلم. وجوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره وما رجعش لغاية دلوقتي يا معلم. أنا بكلمك على جوزك براء. وأنا بكلمك عن جوزي غريب. بقولك يا مطرة، اليوم كان طويل وكله بلاوي، ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص زن. هو مش النهاردة برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا أنا غلطانة؟ أنا عملت اللي عليا، هو اللي لسه ليه عمر. عملت إيه يا معلم؟ بعتله عيل خيبان يطخوا عيال في الزحمة؟ وياريته نفع، وجاي اخر الليل تنام ولا كأن ابنك راح منك. كنت عاوز اعمل ايه يا اختي؟ ابعت له ابني التاني واقلبها مجزره عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه قبليه. انت بتقولي ايه يا مطره؟ اسمع يا معلم، انا دخلت بيتكو بالمعروف وهخرج منه برضو بالتراضي والمعروف، وكده احسن للكل. الظاهر ان طيبتي وحنية قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده. يا معلم، انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين. لا هو قادر ينسى ان انا مرات اخوه، ولا انا قادر احب فيه اللي حبيته في اخوه. ازاي بس هنعيش مع بعض؟ زي كل الناس يا اختي ما عايشة. لا انت ولا هو اول ناس يعملوا كده، وده اخر كلام عني. يعني مش عاوز اسمع كلمة زيادة. فاهمة يا مطرة؟ فاهمة؟ اسمع على خير يا مرات ابني. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. لا إله إلا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادخل يا أبو سنة. أنت لسه صاحي حاجة؟ اقفل الباب وراك وتعال. غريبة، أول مرة أنا تعدي معاد نومك. مستنية أصلي العشاء، ما جاليش نوم. مش بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ يجيلي نوم ازاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني؟ ومين قالك ان احنا هنعديها يا حاج؟ ايوه، والرد لازم يكون فوري، واي قسط هيشجع الكلاب دول يعوا وينهشوا في لحم سيادهم. خميس لسه خارج من السجن يا حاج، مش عايز اورطه في مشاكل وحواديت. سيبوا خميس على جنب، خليه يشم نفسه شويه. ماشي حاضر، امرك يا حاج. بقول ايه يا ابو سنه؟ نعم. احنا عايزين نخفف شوية البيع بالقطاعي، له وقته وله من قيمة خميس. ماشي يا حاج، والله انا كنت بقول كده برضو. احنا نعمل حسابنا ان احنا نجمع له القرشين اللي خلوه يقف على حيله في السوق، واذا عجزت معانا ناسنا واهالينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا. عين العقل، ومن بكرة ان شاء الله نخف بيع القطاعي. ماشي يا حاج، امرك. هسيبك بقى عشان نصلي العشاء. ادعي لنا يا حاج. ربنا ينجح مقاصدكم يا رب. هاتها جمايل وعدل المايل يا كريم. بالإذن حاج. مع السلامة يا أخوي. ربنا ينصرك يا خميس يا ابني، وما يفرحش فيك عدوي. الله العظيم. يا مطني، الزوز فين؟ مريم نكلمه على المحمول بتاعه ما بيردش. أشوفوا لي فاني داهي. وقول للرجالة تجهز عشان في قاعدة بكرة. يلا اغفل. يا كرامة مالك؟
خميس؟ ايه ماله؟ لا مش فاهم انت بتقول ايه؟ بتقول لجنابك يا دوب عينها غفلت قامت ما لقيتوش جنبها. اه ما قالش هو راح فين؟ لا اله الا الله، هيكون راح فين الساعه دي؟ بدران 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 مير مير مين؟ الرصاصة جت في كتفك ولا في دماغك؟ دور النور يمكن يعرفنا. دور النور يمكن يعرفنا. حاضر يا عيني يا بدران. لا اله الا الله. افندينا. ايوه يا اخي. انا في حلم ولا في غيبوبه؟ غيبوبه ايه؟ ما انت زي القرد اهو، يعني انت هتتصلبط؟ انا مش مصدق نفسي. الصبح تديني دمك وبالليل تديني حبك، قصدي يعني تيجي تزورني. هو ماله؟ مجروح يا ولدها. يا ده انا مش جاي ازورك. امال ايه؟ حسيت ان في رصاصه تانيه، قلت تاخدها من قصيرها وتخليها هنا في المستشفى. اثبت اثبت يا ابني، البتاع اللي عمال يطلع وينزل ده، اثبت يلا. انا جاي سهرك سهره ترجعك 10 سنين ورا. 10 ايه؟ قول 20 بصلعتك دي. حاسب حاسب عشان الجرح بالراحه. انا اللي حاسب؟ ما سهره ايه؟ ما انت شايف معلقين لي جلوكوز، وكل شويه يمر علي الدكتور، واي مجهود في خطر على الدكتور على الجرح. بالاماره حتى ادوني البتاعه دي. ومين قال لك انك هتعمل مجهود؟ امال حصل ازاي؟ هذا انا هعيشك ليله من ليالي افندينا. مش فاهم. وانا ما احسش اني خرجت الا لما اروح اشوفها بعينيا. هي مين؟ رمانه يا بدران، رمانه. لبسوه وهتوب دواب جرحه كل كوسه. يلا يتوب علينا ربنا. بسم الله الله اكبر. اخرس هتودينا في داهيه. اللقاء التالي نعيش ونستحمل على انغام الفرقه الاساسيه مع نجم الاغنيه الشعبيه اللي ضرب حجرين على الشيشه مع كوبايه ميه، النجم الفنان هوبا. ومعكم وليس معنا نجمة المحل الأولى، رمانة الميزان اللي ما بتكدبش أبدا، الراقصة اللهلوبة اللي ما يهمهاش السياحة المضروبة، الفنانة رمانة. اتدحرج واجري يا رمان، يا عسل بشمعه في بطرمان، موصوبة للق وللقان. يا شوكولاتة يا محشية من كم كهرباء أنا من جسل، بلبل مفيش ولا ايد طايلة بردك يا طلع وسخن، أبرم برم دي بكلفي داك، استنى البلدي رمانة، الأستاذ عندي رمانة، استنى البلدي.
وازاي تسيبه يروح لوحده؟ اهو اللي حصل يا كبير. ولا انا مش قايلك كتفك بكتفه تقوم تسيبه يروح في ليله زي دي وهو ناوي على ليله زي قالها؟ حاولت يا كبير، هب في وشه وهزقني قصاد الرجاله، وانت عارف معاليك طبعه الحامي. ما يهزقك ولا يمرمط بكرامه اهلك الارض حتى. هيجرى لك ايه يا اخويا؟ هتقرص رجل ولا هيتشللك دراع؟ تب وتغطس وتشوف راح فين؟ ما انت يا كبير عارف المعلم براءة، ده زي الزبق. اه، تليفونه مقفول كمان. ولا تب وتغطس وتجيبولي ان شاء الله من تحت سبع ارض. فاهم؟ انا هستناكوا في الاستراحة، ما تتأخرش عليا. غور من وشي، غور! حصل يا كبير. كمان ناقص ذروات عيالي. افندينا وصل، خميس باشا افندينا، افندينا تحيه لمصر وابطال مصر ورجاله مصر، رجاله مصر، رجاله مصر، خميس باشا افندينا والعظيمه مصر افندينا. ده الكابتن ابراهيم سعيد بتاع الاهلي. هو افندينا ما شاء الله. فندينا واتعملت له دخله ملوكي وترستق على الترابيزه اللي على البست زي ما انت شايف يا برنس. لحقت السنين تمر بسرعه تلاقي خرج حسن سير وسلوك. لك الدنيا كلها بتجري غيرش انت بس اللي قاعد. خلاص يا شلب انت هتعمل لي فيها توك شو؟ كفايه الخبر الاسود اللي انت جايبهولي ومعدتي اللي مش مستحمله اي توك شو. سلامتك يا برنس، قول لي محسوبك. ما انا خلصت نمرتها؟ اه، ولبست وماشي. الحق خرجها من الباب الورائي. ولما تسأل قولها في زباين سخيفة نفسها تفرط حب الرمان. ايه الدماغ دي؟ صحيح مفيش غير ملط واحد. أوامر. يعني شهر العسل جول و... يا
فكرة يا فندينا، قربوا رمانة. طب يلا، انت عارف هتعمل ايه؟ وجد. وانا بقول الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟ وبسأل نفسي ايه الاسفلت منور ليه؟ اتاري افندينا بيمشي عليه. مبروك علينا خروجك لينا بالسلامه، ناسك وحبايبك واهلك واصحابك. شلبي أمرني يا برنس. طلبات الترابيزه دي كلها على حساب المحل، غرق الترابيزه بكل الاصناف، اي شيء يفكر فيه يحلم بيه دست منه تحت رجليه. أمرني أمرني يا نجم. بيضون المالت اهلا. مصر نورت. الحمد لله على السلامه. الف حمد لله على السلامه يا نجم، الف حمد لله على السلامه. ايه الشيكه؟ ايه الوجاهه دي؟ ضربت القطة يا بيضون، بس انا عارف انك ما تقصدش. عارف مالك يا مالت؟ زعلان فندينا ليه؟ لا يا كابتن، عنك انت الحوار ده، انت راجل نجم، العيال دي انا عارفها. لا يا بيضون. افندينا رمانة. انا مش قادرة اتلم على نفسي، حاسة ان مفاصلي سابت مني. معقولة يا خميس؟ معقولة ايديتي تنط السنين دي كلها وترجع لي؟ معقولة الدنيا هتفرد وشها من تاني؟ وحشتك يا رمانة. دي الأيام كانت وحشة قوي من غيرك. وأنا ما شفتش الحلو منها إلا ساعة ما شفتك دلوقتي. وأنا هخليك دلوقتي تشوف اللي أحلى. والدنيا هص، افندينا رجع والشفه ضحكت والليل سهر وبكره جاي وامبارح اتنسى وانا هرقص واغني لافندينا وبس، والمزاج موزون ليلاتي قسم يا مزيكاتي. معالي الباشا، معلش بدوش معاليك، محسوبك الملط. معلش أنا آسف، لو ما كانش الظرف طارئ أنا ما كنتش اتصلت ودوشت معاليك في ساعة زي دي. لا لا لا، مش خير يا باشا. خميس أفندينا وصل وسهران عندي الليلة. لا 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 لا، اطمن معاليك، رمانة خرجت قبل ما يوصل وفجأة جابها تاني. الحكايه محتاجه زقه من معاليك وقفله الحدوته بايخه، لازم تنتهي قبل ما تبتدي. امرني يا باشا، امرني معاليك. مع السلامه. النبي ما تزعل نفسك. اشتقتني ورجعت لي وقلت لي وحشتني.
ايوه يا مسامي. ايه بتقول ايه؟ مسامي خليك معايا خليك معايا. بعد اذنك يا فندينا. بعد اذنك بس روح. لا روح مين؟ لا بدأ الليلة. ايوه زي ما انتوا يا بنات هطمن عزمائكم وراجع على طول. ماشي. روح معايا طبعا النهارده. نعم. ما انت تسأليني وانت مكشره. بقى بذمتك تخرج من غير ما تقول لي وديني لو اوريك. وانا خارج علشان اشوف. ما تغيرتش يا روح، لسه صايعه زي ما انت. وحشتني يا ابن الايه. يعني وانا في السجن الدنيا ما كانتش حلوه. دنيا ملهاش طعم بعيد عنك. بالعربي كده مش مزاجك. اهو جه اهو جه اهو جه. طب يلا مستنياك ما تعوقش. انا اقدر. ما تقدرش. اقدر اقدر. اه مسامية معلش ما كنتش سامعك عشان الدوشه اللي جوه. كنت بتقولي ايه؟ يا ستي ما كده كده هتعرضي يا ميرا الصبح. المهم عملت اللي قلت لك عليه. انت قلقانه من ايه؟ مش شماعه البنسيون خلاص مش هلاقي حته اتلقى حنام فيها يعني لازم اخرجك الصبح. حاضر ستي حاضر حاضر هجيب لكم افطار معايا. ايه ده ايه ده؟ هو الفول والطعميه كبركم بتشنجان وعلى حسابك. مش قادره. ادولها نص ليمونه. ايه ام ساميه يلا بقى عشان الحق الناس اللي جوه. احسن عماله بتنزف. اصلها حاسه كبيره قوي. مساكين جوه فين؟ جوه العنبر. يلا في بلا احسن اتفخرت عليهم محدش هيعنبرني. بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني. انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم. شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص. سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل. قلب المؤمن. حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا. قلت هي دي الانسان. هو ده الانسان. الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسالك سؤال. هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلب؟ ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت يعني نفضل عايشين كلنا وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ياخد بق. لو عاجبك خليهم يحطوا لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده كفاره يا فندينا.
أتعرف، أعرفك، براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف مخطب من هنا غير وانا مسلم روحك للي خلقها يا افندينا. اثبت. متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تنورني يا افندينا. اقتلني، اقتلني يا خميس. وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك، هقتلك يا خميس. لو حد متعرف ياض انا بقى اعرفك خميس يا فندم. راح فين على الصبح كده يا براك؟ مالكيش فيه، خليك في حالك. ما هو ده حالي، هو انا مش مراتك ولا ايه؟ مراتي؟ مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه. بقولك ايه؟ حل عن نفوخي والصبح قولي على الصبح. انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجاله كتير وعزوة اكبر. يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدني على اخوانا اهو رجالته ابن الكلب. بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح. اكبر في عينين مين يا بت؟ اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه. ده انت تبقي اتعبطتي. قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه يا بت؟ ما هو ده تمامك، ما تعرفش تضرب غير النسوان. انما تيجي عند الرجالة وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وحياة امك اللي علقت نعمك صح. حرام. انت وعيلك ربنا يهدك. بس وانت نزلت تحت دلوقتي. يلا ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيين. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده. والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي بتضرب. فهمت يا براء؟ نسوان ناصر باي ده احنا على كده بقى ما كناش نسوان. الوليه كل شوية تغضب وتصرخ وتروح تعيط له. قال على رأي المثل الراجل أنيها وهي بتبص لأمه بعينيها. قال بشاير إيه؟ ده المفروض يسموها نوايب. ولا ولا الله يخرب عقلك، أنت بتلعب في الجهاز عشان تموتني؟ أنا عارفة إن أمك مسلطاك علي عشان تعمل فيا كده. البيت بتابونا والغرب بيكرشونا. يا لهوي، انت البيت اللي انا لسه موضبه، انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس ارحموني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي، ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟
طبعا ملاتك من ناحيتي وشعلليتك نار. يا ام يا ام انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه مشان خاطري بالراحه بالراحه يا اخوي. ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاحوا عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق لهمهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك ابوس ايدك خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي حاضر. انا ليا ايه في الدنيا تغير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس. اموريني تطلق الوليه دي وتخلص منها. ده ابوسها عكر. شايف ادي امك ايه عايزه تخرب بيتي وتطلقني. قولي لي بقى انت هتستفيدي يا ست انت اما تخربي بيتي؟ هتتجوزيه انت؟ برايبي قلة الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت انا اضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى كفايه ده ما بقاش بيت ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحت انت يا اختي؟ دلعت ابنك؟ يا تكنيله في شكلك امشي غري من وشي. ده انت ما فيكيش ذوق. هتتطلقي هتتطلقي. ها بتاعك يا معلم ابو الشله. كيسك وارع تحت امرك يا معلم. سد السكين ونص. قسم السكين ونص. خير يا عمنا اهلا. ادينا الطلب ده وجب. كمل انت مع الضغوف. عيني خليك معايا يا ضغوف كمل العشر. ايوه استناه. نص فرش اربعات يا معلم. زودت 100. حاضر. طب اخفى دلوقتي. اه لا الصبر عملت كده السكينه. اه انا عايزك اذبح. ها طول عمري بقول لا انا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه. يا شوق اللي مخرجك كده قدام البيت الناس رايحة جاية عمالة تبص. أيوة استنى. هي بوزلنا مالك يا أخويا؟ اتخنقت زهقت قلت أطلع برا أشم شوية هوا. طب خش جوه دلوقتي. خش جوه دلوقتي. من عيني حاسب لا تقع على وشك. كعبلت في طرف الجلبية يا حاجة. سلامتك من الكعبالة يا معلم. عايزين نص فرش اربعات. كم دول؟ زيادة 100. بقول لك ايه؟ نعم. قول للولية بتاعتك دي تبطل الأعمال اللي بتعملها. الأعمال دي مش لينا احنا يا حاجة، ده عشان تبعد عيون الحكومة عننا. بس والله غلبانة وبتحبك البنت. اه يا اخويا وانا كمان بحبها من القلب للقلب رسول. ربنا دي من محبة مصلحة. عمر استاذ. انا عايزك في مصلحة يا معلم. مصلحة ايه لا مؤاخذة؟ احنا عايزين له بواقي حشيش. ايه؟ حشيش؟ اصل انا ودني بعافية ما بسمعش. الحشيش قال. لا مؤاخذة يا معلمي. لا مؤاخذة يا معلمي. قال انا منامك يا معلمي. في ايه يا زوز خير؟ الاستاذ تايه تايه فانا قلت مفيش حد ادله غيرك يا معلمي. معلش يا ابني اعذره الدنيا تلاهي. هو حد عاد عقله فيه اليومين دول؟ تحت امرك اخويا في حاجه؟ انا جاي اقصد مزاج الخير يا معلم. بس كده عينينا ليك. خدوا المعلم شلوفه خليه يعمل له احلى حجر معسل على حسابي. اوعى تحاسبه ده ضيف. ها يا معلم انا قصدي المزاج الحشيش يعني. ايه؟ حشيش؟ حشيش يا ابني؟ حد قال لك ان الحته دي في حد بيبيع فيها حشيش؟ يا نهار اسود ده خير انت تعمل شر انت لا نضايفك تقول لنا بتبيعوا حشيش. يا ابني احنا بتوع معسل الحقوا اخواننا. الراجل ده جاي يبوظ سمعتنا بيقول الحته فيها حشيش. حبيبي انا بجهز لك الفطار. والجاكيت فين؟
جاكيت؟ لا مش هنا، مش في الدولاب يا حبيبي، ما انت حاطه هنا ورا الباهم، انت نسيت ولا ايه؟ اهو الجاكيت بتاعك اهو. الضرفه دي مقفوله ليه؟ مقفوله؟ اصل انا قافلاها، اصل انا هدومي كلها حاطاها في اوضه اللبس هناك، فحطيت شويه حاجات حريمي كده قفلت عليها هنا، ما ينفعش تشوفها، عيب كده. حريمي؟ بس يا خبوستي بقى، ما ينفعش. مش بتقولي حاجات حريمي؟ بس عيب. يلا يلا عشان تفطر، انا عامله لك الفطار بايدي. انا هفطر في الحاره مع اهل الحاره، وحشوني. طب يلا عشان تلحقهم بقى. طب ابص بص. يلا بس خد الجاكيت بتاعي. ايه اللي هناك ده؟ ايه ده؟ مش شايف حاجة. بس هو مفيش حاجة، شوية حاجات كده حريبي. يلا يا روحي يلا. حريبي. يلا عشان تلحق تبقى. بس ابص. ماشي يا اخويا ماشي. رمانة. كنت فاكرة روحي بس متشعلقة في رقبتك، أتاري جدتي وكل حتة فيا قفشين في إيدك، مش طايقين غيرك حتى لو كان من دمك. قلبي متفصص يا غريب وشبع مرار طافع، لا أنا قادرة ألم نفسي في حضن أخوك ولا طايقة أديله ركن جنبك. ومين فينا اللي مات؟ أنا ولا أنت؟ الله يخرب بيت الجواز وأيام الجواز وسنين الجواز، هذا اللي إحنا بناخده منه للشعب. هم وقرف وغم وكلام فارغ. لا والغريبه بقى ان في ناس لسه عاوزين يتجوزوا يجوا يشوفوا النيله اللي احنا عايشين فيها دي. تؤمر بحاجه تاني سعادتك؟ لا اتفضل انت ادخل. الهوا معايا باشا. طيب عندك. حظك في رجليك يا باشا، إخبارية طازة ومن النوعية اللي بتحبها، قلت لازم أجي أبلغها لك بنفسي. قبل ما تقول أي حاجة يا علي، أنت قاعد على القميص بتاعي. مبروك يا أم سامية. الله يبارك فيك يا حبيبي، استنى خد يا ولا، زرقتوا يا بنات. البنت دي تبعتها لأمك في البلد، أوعى تصرفوا على النسوان. أم سامية. عيون أم سامية وقلب أم سامية. هات المفتاح عشان عايز أنام. نوم إيه؟ النهارده يوم مفترج والبنات اهم، هنروح نهيص. نهيص ايه؟ هو انا زبون يا ام ساميه؟ خلصي بقى وقت المفتاح. زبون اخص عليك، ما تقولش كده، ده انت صاحب بيت. بيت ايه ده اللي حابه صاحبه؟ وحياه ساميه اللي عيني لسه ما رايتها، لا خليك كبير المنطقه، اخليك ديك رومي منفوش كده ماشي. اخلص يا ام ساميه انا تعبان. الله 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 الله، ايه ده؟ الله 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 الله. ايه ده؟ البضاعة دي مركونة هنا ليه يا براء؟ أنا يا حاج اللي قلت لهم يلوموها من السوق علشان يزيد سعرها يعني. وأنت فاهم لما البضاعة تشح من السوق الناس هتسكت؟ يعني هيعملوا زهرات. اخرس أنت! أمرك كبير. البضاعة دي لما تشح من السوق الناس هتدور على غيرها. وفي زيها دلوقتي كتير. والمضروب منها بقى اكتر يا معلم، محدش يقدر ينزل قصادنا في السوق. يا حاج السوق انا ربطه من عرقوبه، وكان يعني على خميس وعيلة ابو سنه، فدول كبيرهم سبارس يبعوها في دلاب زمن وراح. يا تفهم سوق بير السلم هو الخطر الحقيقي اللي انت ما انتش حاسس بيه. دي ناس مدريه محدش عارف عنهم حاجه، والكيف ويذل صاحبه وبيخليه يترمي في عبء اي حد يظبطه. البضاعة دي لازم تتوزع من الليله. ايوه حاج، بس ما بسش كلمه اللي اقولها تتنفذ على طول، فاهم يا براء؟ احنا هنسلم حبايبنا الاول، عربياتهم هتبقى جاهزه في المكان والميعاد اللي انا هبلغكم بيه قبلها بساعه.
براء معاه خرفوش ورزق ويا رجالة. وشفاعة يا حاج؟ لا شفاعة، عنده زيارة لناس حبيبنا. اتفضل يا خياط الحجاب ده في حجر بنطلونه وحطنوا له المراد، وبعدها العيل هينزل يتزفلط دغري من ظهره. ادعيلي اوعي تنسي الاسم، حنتومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. اما الحلاوه بقى يا وليه اسكتي شويه، عايزه اكلمك احكي لك. ما خلقك ضيق كده، مش مقاس حلاوتك. ده انت حلاوتك ياما وتسقي من الحبايب كتير. وحياة امي يا حنتومه لو ما سكتي اللي هجيب لك الرجاله اللي بره يجوا يقطعوك هنا. ده اما شويه رجاله بره، انما ايه لوز. بقول لك ايه، ما تجيبوهم من بره يفتشوا ويبقى التفتيش ذاتي. وهو كل واحد ينوبه من الحب. يا وليه تهدي شويه ووراقي كده بالصاجات اللي نازله بيها على دماغي. انا جتتي مش خالصه. ايه هو المعلم؟ مش المعلم. امال مين؟ الاصل. يا اختي مش عارفه ده زي ما يكون طير كده وحط على سقف بيتنا. سمعت عنه كتير واستنيته اكتر، وساعه ما شفته زي ما يكون عفريت ولبسني، زي ما تكون يا اختي الندحة بتشتغلني في الرايحة والجاية. اهلا، هات الكوز وسيبك من العجوز. مرهوش مرهوش، ده الحكاية عوق وكلها مطبات يا ست شوق. طب والخلفة اللي كنت بتجري وراها من المعلم واللي بقالك سنين هتموت عليها؟ يا اختي بركة انها ما حصلتش كده، اسلك واروق عشان الواحد لما يعوز يهنج. لا هدي كده ورسني على الدور عشان حنتومة سقسقة تعرف تشتغل، ولو كرب يعدي ولو ضيقة توسع ولو شر أمثلهولك واسلتلك منه خيره. اه يا بنتي يا حنتومة لو حصل هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه بره. هديكي بدل الطاقة 10، بس هي الرجل تيجي والسنارة تغمز. ابتدينا التوك شو.